قبل ما نتكلم في الأخبار وقبل ما نقول إيه اللي حصل النهاردة، خلونا نروح للعالمين ونشوف اللحظات المختلفة والأيام المختلفة اللي بتشهدها مدينة العالمين بمهرجان في كل حاجة: رياضة، فن، سياحة، هواء نقي، مياه بحر، ولا أجمل من كده. فعاليات مختلفة، بنشوف مباريات لرياضة البادل دلوقتي أنا على الشاشة، منافسات مختلفة موجودة زي ما كان في منافسات في كرة القدم، زي ما في منافسات في رياضات مختلفة موجودة في مهرجان العالمين الجديدة. حالة مختلفة موجودة في المدينة، بتعيشها المدينة وبيعيشها كل زائر للمدينة في هذه اللحظات، بيستمتعوا بالجو الجميل وفي نفس الوقت برياضات ممتعة وحفلات ومطربين على أعلى مستوى وفرق موسيقية زي اللي احنا بنشوفها ونتابعها دلوقتي زي كورال هارموني عربي. خلينا نشوف ونسمع جزء من الحفلة الموسيقية اللي دلوقتي حالا موجودة في مدينة العالمين في مهرجان العالمين الجديدة. يلا بينا. أجواء تستحق في الحقيقة أن احنا نبدأ بيها حلقتنا النهاردة، نسمات صيفية جايلنا من مدينة العالمين الجديدة اللي بيقام فيها أكبر مهرجان ترفيهي على مستوى الشرق الأوسط، مهرجان بيضم في فعالياته كل أنواع الأنشطة، كل محب لنوع ترفيهي معين ممكن يلاقيه، كل محب لمطرب مصري أو عربي من نجوم الصف الأول هيلاقيه، وهيلاقيهم موجودين في مهرجان العالمين. كل محب للفرق الموسيقية المختلفة المتنوعة هيلاقيها في مهرجان العالمين، كل محب للرياضات المختلفة وللنسيم النقي الحقيقي والمياه اللي مفيش زيها في العالم كله هيلاقيه في مهرجان العالمين ومدينة العالمين. بداية كانت تستحق مع مهرجان العالمين.